الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رصد إخباري متجدد في برنامج أخباركم مع زميلي خالد. حياك الله خالد. حياك الله أخوي سلمان، وحياكم أنتم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة. إذن مشاهدينا الكرام، أخبار جديدة محليا ننقلها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي. إلى العناوين. استغلال الأطفال جنسيا تهمة ستوجهها تويتر لأصحاب الحسابات الإباحية. وشقيقان سعوديان يفوزان بأهم جائزة علمية رياضية. وتويتر يستحدث بعض خصائصه للتصدي للتنمر الإلكتروني. ومع خبرنا مشاهدينا الكرام الآخر، أن وزارة العمل تتفاعل مع صورة رضيع جبل الهدى التي ظهرت في برنامج أخباركم وتطلب تزويدها بالمعلومات. وأخيرا، مواطن يطعن ممرضة في عينها ويسبب لها ضررا بالغا والشرطة تطيح به. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه أهم العناوين، نتجه وإياكم إلى الأخبار بالتفصيل. رعى الأمير محمد بن نايف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية مساء أمس الثلاثاء الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، الذي ينظمه الأمن العام بالتعاون مع عدد من الجهات بمشاركة دولية وإقليمية ومحلية. وشاهد ولي العهد والحضور فيلما وثائقيا عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال ودور المؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسات الأهلية في مكافحتها، وألقى بعد ذلك كلمته التي أكد فيها أهمية حماية الأطفال من أخطر ظاهرة تهدد مقومات مجتمعاتنا الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامة الإنسان الذي كرمه الله وحرم الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال. وقال ولي العهد إن استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الملتقى يعكس ما توليه من اهتمام وعناية بحقوق الإنسان عموما وعلى وجه الخصوص حقوق الطفولة. صحيح خالد، وهو اهتمام ينطلق من تعاليم الإسلام الذي يحرم الاعتداء على النفس البشرية ويعطي اهتماما للأسرة وللطفولة على وجه الخصوص باعتبارها أساسا لبناء المجتمعات. صحيح سلمان، وقد تفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الملتقى. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام واحدا من التفاعلات، وهو مقطع توضيحي لخطورة وأهمية هذا الملتقى، نشاهد. والله يا والله اليوم بس جو الناس مسوي الريتويت بس المقطع يباح يخدمه ست شهور وأحكام على 3 سنوات وأربع سنوات وغرامات على 3 مليون للي يحملون المقاطع هذه، لأن الدول جت تحسب الدول الآن تقول أنتم طالع المقطع من عندكم وفي ناس بدولتنا يتابعونه. طيب، فحاضر هنا الانتربول الدولي حاضر، فاليوم الدولة لن تتأخر محاربة الشيء هذا المقاطع الإباحية. إذن خالد ومشاهدين الكرام، اسمحونا الآن نذهب إلى الخبر التالي. نجح الشقيقان السعوديان دعاء بنت محمد بن يحيى المفرح بن متوسطة الموهوبات بجدة وضياء بن محمد بن يحيى المفرح من الصف الرابع الابتدائي بمدارس الأقصى الدولية في تحقيق المركز الأول والثالث في المسابقة العالمية يوسيماس. صحيح، حيث أقيمت المسابقة في دبي وتنافس فيها أكثر من 3000 طالب على من 50 دولة على حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق. يذكر أن برنامج يوسيماس المشهور ببرنامج عبقري الرياضيات هو برنامج لتعليم الأطفال من عمر 5 سنوات كيفية الحساب الذهني باستخدام العداد الصيني المعروف بالأباكس. وقد تفاعل كثير من المغردين مع حساب برنامج أخباركم الذي أنشأ هاشتاج ضياء ودعاء فخرنا. خلونا مشاهدين الكرام نستعرض بعض التغريدات اللي جاءت في هذا الهاشتاج أو في هذا الوسم. نبدأ بأول المغردين، تقول: ضياء ودعاء فخرنا وفخر للوطن والإسلام، وبمثلهم نرتقي في ميادين العلم والشرف ونكون في ركب التطور والحضارة، هنيئا لوالديهم وللأمة بهم. أيضا أحد الحسابات غرد في ذات الهاشتاج ذكر أن ضياء ودعاء لكم من اسمكم نصيب، يحق لنا أن نفخر بكم، فأنتم مثال للشباب الناجح الطموح، مبروك مبروك ومنها الأعلى إن شاء الله.
نختم بتغريدة حسين اللي قال حفظهم الله ووفقهم وزادهم علما، فعلا نموذج مشرف للوطن ويفخر فيه كل سعودي. خالد، الحديث أكثر عن هذا الإنجاز وهذا الاحتفاء ومع هذه الأسرة الكريمة، معنا على الهاتف الدكتور محمد بن يحيى المفرح وهو والد ضياء ودعاء الشقيقين الفائزين. حياك الله دكتور، ومبروك عليكم الفوز، وتهنئة خاصة من برنامج أخباركم ومن شبكة المجد. الله يحييكم جميعا ويعطيكم العافية على هذا الاهتمام والتهنئة اللي أنا أعتبرها الحقيقة لي ولكل من سعد بهذا الخبر. الحمد لله. في الحقيقة مثل هذه الأخبار يا دكتور ما تأتي من فراغ، مثل هذا الإنجاز، كيف حققتم هذا التميز لأبنائكم وكيف وصلتم بهم إلى مثل إلى درجة للفوز على أكثر من 3000 طالب من 50 دولة؟ يعني رقم ما هو بسيط أبدا. صحيح، يعني أولا حقيقة نعزو الفضل لله عز وجل أولا وآخرا اللي وفقهم وأعطاهم القدرة أصلا على تحمل مشقة التدريب والاستعداد لمثل هذه المسابقة. في أسباب ما يخفاك تساعد الإنسان على الوصول لمثل هذه النتائج، والحقيقة من أهم الأسباب اللي يعني لابد أني أبرزها وأذكرها والدتهم جزاها الله خير اللي اهتمت فيهم اهتمام بالغ، ومدربتهم نوال جبريل اللي تابعت معهم لفترة طويلة، والتحفيز اللي وجدوه من بيئتهم يعني أصدقائهم إخوانهم حتى حقيقة مديري مدارسهم. وربما قبل هذا وجود استعداد نفسي داخلي عند يعني كل واحد منهم الحمد لله، سواء ابنتي دعاء جزاها الله خير ولا ابني ضياء الله يوفقه، يعني كلاهما الحقيقة أنه يعني بادر جهده متميز وحريص على أنه يوصل لنتيجة، ولكل مجتهد نصيب، فالحمد لله الله حقق لهم ما يؤمنون. طيب جميل، إذن دكتور محمد، ويعني تتشرف أيضا شبكة قنوات المجد الفضائية بأن يكون لها دور في تكريم وتشجيع الطالبين الفائزين بالمركز الأول والثالث، وهذا الإنجاز الوطني ما شاء الله تبارك الله على مستوى كبير بإهدائكم رسيفر لاستقبال شبكة قنوات المجد الفضائية، ومع كذلك بطاقة اشتراك كتكريم بسيط لهذا الإنجاز الوطني. الدكتور الله يعطيكم العافية، أنا شاكر لكم هذه الهدية الكريمة. تستمع. وإذا تسمحوا لي بإضافة نقطة. تفضل. الحقيقة الإبن والإبنة الحمد لله الله وفقهم وفازوا، وفاز معهم مجموعة من السعودية، إحنا نستطيع نقول أنه شارك من السعودية أكثر من 215 تقريبا طالب وطالبة، ما شاء الله. فاز منهم مجموعة ليست بالقليلة بكؤوس ومناصب جيدة، وحققوا للسعودية المركز الثاني عالميا والأول عربيا. فأنا كنت حقيقة من خلال البرنامج أستغل الفرصة في نقطتين، نقطة اقتراح أنه التعليم كوزارة يتبنوا مثل هؤلاء الطلاب مستقبلا، حتى لو تبني معلوم. صحيح. لن يتوقع أنه هذا سيزيد إن شاء الله حضور السعودية في المحافل المماثلة. صحيح. والنقطة الثانية إقامة محاضن تتبنى مثل هذه المواهب وتساعد في تطويرها إن شاء الله، ونحن بصدد تبني مثل هذه المحاضن، ونأمل يعني من التعليم أنه نجد فعلا ومن الجهات الأخرى المعنية نجد إن شاء الله الدعم الكافي. صحيح. إذن الدكتور محمد المفرح وأنت والد ضياء ودعاء شقيقين الفائزين، نشكرك لمداخلتك معنا ونهنك مرة أخرى بهذا الإنجاز الجميل، ونهني أيضا باقي الشباب اللي فازوا وللفريق السعودي اللي فاز بهذا الإنجاز الجميل. مشاهدين الكرام، اسمحوا لنا الآن نذهب للخبر التالي. تعتزم شركة تويتر تحديث بعض خصائص موقعها للتواصل الاجتماعي للتصدي بشكل أفضل للتنمر الإلكتروني بعد أن تعرضت لضغوط لزيادة جهودها للحد من هذا السلوك العدواني. وقالت الشركة أنها ستوسع نطاق خيار إخفاء التغريدات للسماح للمستخدمين بحجب تغريداتها استناداً إلى كلمات أساسية ومجمل ومحتوى محادثات من حساب أي مستخدم. صحيح. ويتيح خيار إخفاء التغريدات حاليا حجب التغريدات من حسابات، وقالت الشركة في تدوينة إن هذا التغيير سيسري على كل المستخدمين خلال الأيام المقبلة. خالد، خلينا نتكلم عن التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني ظاهرة عالمية وفي كثير. صحيح. من الدول تحاول محاربتها، إسبانيا وبريطانيا وأمريكا قامت بمجموعة من الحملات للحد من مثل هذه الظاهرة السيئة جدا، وفي المملكة
لاحظنا الاستحداث نظام الجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية. صحيح، تناولها قبل يومين تقريبا. وأيضا خبر نقلا عن صحيفة المدينة أن وزارة العدل تنظر في المحاكم أكثر من 4500 قضية لسب وشتم تسبب فيها مغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. هذا رقم يعني ما هو كبير، أعلنته وزارة العدل قبل شهور قليلة. طيب إذا مشاهدينا الكرام وسلمان، نروح الخبر التالي. أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض في بيان له اليوم الأربعاء أنه وبتوفيق من الله عز وجل تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من ضبط فتاتين من الجنسية اليمنية في العقد الثاني والثالث من العمر. كانتا قد ظهرتا في مقطع فيديو متداول رفق مجموعة من الشباب أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط، وبما يعرض حياتهم جميعا وسالكي الطريق للخطر. كما تم القبض على قائد المركبة ومرافقه سعوديان في العقد الثالث من العمر. وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم تسليمهم جميعا لمركز الشرطة المختص وإيداع الفتاتين سجن النساء وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والمرور بحقهم جميعا. وفي ذات الإطار، من الجدير بالذكر أن حساب برنامج أخباركم على تويتر قام بعمل استبيان عن هذه الظاهرة. الاستبيان كان سؤاله: ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة التفحيط والمجاهرة بالمعصية؟ كان هناك 4 خيارات: الخيار الأول ضعف الوازع الديني، الخيار الثاني غياب دور الأسرة، الخيار الثالث عدم وجود عقوبات رادعة، والخيار الرابع تشجيع المتجمهرين لهم. النتائج نراها الآن على الشاشة وهي كالتالي: 30% من المشاركين قالوا بأن السبب هو ضعف الوازع الديني، فيما قال 13% بأن غياب دور الأسرة هو السبب، 44% من المشاركين وهي النسبة الأكبر قالوا أن عدم وجود عقوبات رادعة سببت في هذه الظاهرة، وأخيرا 12% من المشاركين قالوا بأن تشجيع المتجمهرين لهم هو المتسبب في هذه الظاهرة. شارك تقريبا ما يقارب حوالي 2000 شخص في هذا التصويت، وتفاعل كثير مع المغردين مع هذا الاستبيان على حساب البرنامج. خلونا نستعرض بعض هذه التغريدات مشاهدينا الكرام. أولاها وهو كان يعني ردا على حساب برنامج أخباركم وكذلك شبكة المجلس بتويتر: أولا تشجيع المتجمهرين، ثانيا طاقات تريد التوجه، تريد أن تصنع شيئا، فيجب أن تتوفر لها أسباب العمل الجاد. صحيح. تغريدة أخرى لهنوف، هنوف عطونا هنوف يا شباب. هنوف تقول في تغريدة أخرى: أساليب الردع والعقوبات بالضبط أساليب الردع والعقوبات هي حلول مؤقتة، وقد تسبب الكبت للشباب فيبحثون عن متنفس آخر، فهي ليست حل تماما. فرحان الفرحان كذلك في رده على التصويت يقول: شيء مرعب أن يكون في وسط مجتمع محافظ لا من يرضى لأخته أو بنته، هذا من يقبض عليه يعاقب أشد العقاب وتسحب منه رخصة القيادة. صحيح خالد. طبعا نحن نتذكر في شهر أغسطس من هذا العام قبل أشهر قليلة صدرت قرارات ملكية تخص المفحطين، وكانت قرارات صارمة وشديدة. في المرة الأولى إذا ضبط المفحط عليه 15 يوم حجز المركبة و 20,000 ريال غرامة، وتزيد الغرامات إلى أن تصل إلى حجز المركبة وغرامة 60,000 ريال ويحال المفحط إلى المحكمة. صحيح، وهذه طبعا تأتي العقوبات لهؤلاء المفحطين، صلى الله لهم الهداية. إذا مشاهدينا الكرام خلونا نروح للخبر التالي. طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممن يملك معلومات عن الصور التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها طفل رضيع، وضع طفل رضيع على حافة هاوية في قمة جبل الهدى بالطائف، طلبت التواصل معها من خلال الرقم 1919. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد أبو الخيل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء: نرجو ممن يملك معلومات الإبلاغ على الرقم 1919 للتعامل مع هذا التصرف وفق لائحة أحكام حماية الطفل من الإيذاء. يذكر أن برنامج أخباركم كان من أوائل من عرض هذه الصورة وحذر من مثل هذه الأفعال المستهترة، وجاء بعد ذلك تفاعل الكثير من المغردين مع هذه الصورة. دعونا نستعرض بعض التغريدات مشاهدين الكرام. نبدأ مع سلمان. سلمان يقول في تغريدة، يا هلا بالسمع، أعطونا سلمان، لا هو سلمان والله،
سليمان يقول بعض العقول تحتاج فرمته من أجل الشهرة واللايكات، يعرضون أطفالهم للخطر. جنون على أصوله أو جنان على أصوله. طيب عزيز يقول في هاشتاك طفل على قمة جبل الهدى، أتمنى أخذ الطفل من والديه وإعطائه لمن يقدر نعمة الأطفال. صحيح. حبر الحروف قال في 4 كلمات معبرة: عندما يكون المراهقين أباء. مع المستعان، يقول الله يهديهم بعد. إذا مشاهدينا الكرام خلونا نروح للخبر التالي. أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الانعطاف نحو اليمين بعد التوقف قليلا عند الإشارات المرورية التي بها ساهر لا يعد مخالفة مرورية. وكانت عدة معرفات وجهت سؤالا للحساب الرسمي للمرور السعودي في تويتر بخصوص الإشارات التي فيها ساهر ولا يوجد مخرج يمين قبل الإشارة، قائلين: هل يجب التوقف لحين تحول الإشارة إلى اللون الأخضر؟ وهل يمكن الانعطاف يمين؟ وهل الانعطاف يمينا يعتبر مخالفة عندما تكون الإشارة حمراء؟ ورد الحساب الرسمي للمرور بأنه في حال سماح الشارع والتقاطع بالالتفاف لليمين وتوقفك قليلا بإمكانك الاعتراض في حال تم رصد المخالفة. يذكر سلمان أنه قبل فترة قليلة جاءت القرارات على ما ذكرت قبل شوي في عقوبات التفحيط، نفس العقوبات على قطع الإشارات، وتأتي بمخالفة 3000 ريال كحدها الأدنى، تقتصل حتى 6000 كحدها الأعلى. صحيح. خلينا خالد مشاهدين الكرام ننتقل للخبر التالي. ألقت شرطة محافظة الخرج القبض على مواطن اعتدى على ممرضة في مستشفى حكومي بالمحافظة، طعنها في عينها بسلاح أبيض كان بحوزته. وأوضحت مصادر أن المواطن كان مرافقا لوالده في قسم التنويم الرجالي بمستشفى الملك خالد بالخرج، ووقعت بينه وبين ممرضة فلبينية مشادة كلامية، قام المواطن على إثرها بالتعدي على الممرضة بالأيدي. وأوضحت المصادر أن عددا من مرافقي المرضى والموجودين في المستشفى حاولوا تخليصها من بين يديه، إلا أنه غافلهم وطعنها في عينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن مشاهدينا الكرام نروح وياكم للخبر التالي. فوجئ مواطن من محافظة الطائف أثناء زيارته هو وعائلته مدينة جدة لقضاء نزهة لعدة أيام باختفاء سيارته من أمام عمارة للشقق المفروشة التي أقام فيها بأبحر ليعثر عليها في أحد أحواش البنوك الشهيرة. وصرح المواطن ويدعى سعود السبيعي حسب موقع صحيفة سبق أنه قدم إلى جدة لأخذ موعد لابنه بأحد المستشفيات وقضاء نزهة عائلية، ثم فوجئ باختفاء سيارته من نوع جيب جي إكس آر 2016 وقدم بلاغا بسرقتها. وبعد تكثيف رجال الأمن جهودهم في البحث وحجودها في حوش لأحد البنوك، تبين أن منسوبيه هم من قاموا بسحبها بدعوى أنها مطالبة للبنك، فيما أكد المواطن أنه لا علاقة له بالبنك ولا يملك أي حساب فيه، مشيرا إلى أنه دعا الجهات المعنية لفتح تحقيق في الواقعة لأنها تسببت له في متاعب ولأسرته وسببت له انهيارا عصبيا ومعنويا، كما أثرت نفسيا على والدته المصابة بمرض السكر وتعبت بعد علمها بالواقعة وتم نقلها إلى المستشفى. صحيح سلمان. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم التي تصلنا عبر رقم البرنامج على الواتساب الذي يظهر تباعا في البرنامج. نبدأ مشاركاتكم مشاهدينا بمشاركة تدل على مدى رقي سياسة هذه المملكة. تابعوا هذا المقطع لعبد الله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان. نشاهد. السيد الرئيس، سوف يتحدث بعد قليل زميلنا المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، وسوف يبتعد في حديثه كل البعد عن موضوع القرار، وسوف يشن هجوما عنيفا على بلادي وغيرها من الدول الراعية لهذا القرار، وسوف يستخدم في ذلك عبارات لا تليق بمنابر المجتمع الدولي، وسوف يسعى إلى أن يلصق ببلادي وغيرها تهم الإرهاب. ولو أن اتهامات زميلنا وهجومه الجارح الخارج على قواعد الذوق واللياقة الدبلوماسية يساعد على تضميد جراح أشقائنا في سوريا لتحملنا ما نتلقاه بصدر الرحم.
ومع هذا المشهد مشاهدينا الكرام لاصطدام سيارة بأخرى أثناء قيام صاحبها بإصلاحها، وللأسف كان يصلحها وسط الشارع. نشاهد. في إرشادة السلامة خالد، إذا تعطلت سيارتك وسط الشارع تحط المثلث على بعد 100 متر على الأقل حتى ينتبه لك. بهذا المقطع خالد نكون وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة، شكرا لك. شكرا لك أنت أيضا سلمان، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله في تمام التاسعة من يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.